ايه ده مستند القضيه؟ لا دي استهالتي. استهلتك؟ ليه؟ ليه حق ضايع ورايح ادور عليه؟ طب قول لي عليه اعوض وانا ارفع لك قضيه، مش تسيب الشغل. لا ده حق الشحات، ما يجيبوش غير عوض الشحات. وانا لسه نونو في الحب بونو، الحب ده حداح والهجرته خير. ما تيجي يا دلوقتي تساعديني في المطبخ بدل ما انت واقفه تتفرجي على مخاليق ربنا. اساعدك في ايه يا مرات ابويا؟ الطبيخ على النار والمواعين وغسلتها، ولا هو جر شاكر؟ جر ايه يا بنت صابر؟ مش كفايه يا اختي ان انا شغاله خدامه ليك انت وابوكي اللي ما بقتش عيشه؟ حش حش. جر ايه يا مرات ابويا؟ انت كل يوم عمالك شبطه بالعوانطه. بردك مش هتطفشيني من بيت ابويا. شوفي يا اختي طولة لسان البيت، اتاريكي يا اختي ما عمرتيش في بيت جوزك ولا ليله واحده، واللي زيك يا ضنايا ما يعمرش مع رجاله. طب ايه رايك بقى؟ انا مش هرد عليكي، ولما يجي ابويا هو اللي هيرد عليكي، هو اللي راجل البيت. الراجل قال هو فين ابوكي ده؟ انا بشوف وشه خالص. طب ده النهارده اجازته، صبحت من نجمه ما لقيتهوش. النهارده اجازه ابويا؟ ايوه. طبعا اذنك يا والدتي ما عطلكيش. والدتك يا عيني على بختك يا حسنية. الدستور موجود واللاحم موجود. اسمع يا معلم داخل، انا مش هاكل من نعميتك دي تاني، كفايه اللي عملته يوم فرح. هات من شفاكي وخلاكي لحم بس، انا عملت كده عشان مصلحتك. حوش حوش، خش في عبي خش. ما هو ده لا وقته ولا مكانه، على راي المثل كل تاخيره وفيها خير. اسمع يا معلم داخل، انت عاوز ايه من ابويا؟ كل خير، ربنا يعلم ان انا قصدي حلال. واحلى من الحلال مفيش. وايه دخل ابويا في حلالك ولا في حرامك؟ ما هو ابو الحلال كله. ولما انت بتعزه قوي كده كبس على نفسه ليه؟ تكونش ماسك عليه زله؟ بصراحه هما اتنين، زله وانه، الزله عنده والانه عندنا. فوازير شهر رمضان دي؟ لا شهر رطوبه. طبعا اذنك بقى عشان الجو بقى رطوب ساقع. ساعة ساعة ازاي؟ ده احنا في الفرن. معلمة حاضر يا سيدي حاضر. احلى كوزين بوظة لميع باللوستة كتنال لك. ما كنت قلت له لا يا ولا الف حجر ينسيك بصة عينيها. يا سلام. رجليها اقماع سكر من اللي مش موجود النهارده. يا سلام. قول يا معلمة قول. اسمها طعمة وهي طعمة. يلا بينا. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا معلمه. صباح الخير يا باشا. سلام سلام. معلم خادر. معلم خادر. سلام عليكم. انت مين يا؟ انا حاول. انا اسمي المعلم داغر. معلش يا معلم الالم خلاط. عايز ايه يا انت مني يا ابو نص لسان انت؟ زي ما انت شايف كده انا ضلبني سلك. طيب طيب خد. لا حب كده يا معلم، انا سحلان منك. انا كده مش حاب، انا مش بحب الفلوس. يبقى عايز الكيف يعني.
ماشي تبقى حته غباره. خد يا ولد. انا مش باكل ولا بصلب. مش بصلب. الله. يبقى عايز ايه بقى؟ اسمح يا معلم. انا سمعت عن طيبتك وجت عندك. والله انا جاي اقصد المفهوميه والسهامه. طيب. ونايا وملاضي اكون من خدامك. اشتغل هنا في الحوامه او هناك في الفرن. ياه ده انت جامع عني معلومات كتير قوي. محبه. والله محبه. واللي يحب واحد لازم ابوسك من كل حته. اللي يحب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه. وانا حبيتك. ومش هسيبك ولا في البوليس. وسك السامح ده. وسك السامح لا تاخدني وتعمل من اي حاجه. انا بتاعك وبرضه مجدع يعني. طيب خلاص يا ابو نص لسان. تبقى تجيلي على الفرن بقى. ربنا يخليك. لبينا. سلام. سلام يا معلم. سلام. ربنا يخليك. ربنا يعلي بيتك. ربنا يخرب بيتك. تعالى. يا محمد. انت بتاخد كام رغيف في اليوم يا يعني ربنا بيبعت لي ثلاث رغيفه خمسه لما اكون كعان. مش اكتر. لا. اوعى تكون ايدك طويله. لا استغفر الله يا معلم تاكل. استغفر الله. انا بيني وبين الحرام ربنا. ما تخافش على الاسم بتاعك. طب روح اشتغل. ربنا. يلا اخويا وداني. مطعم الحاج عزت عم صابر. هلا اخويا. عندي عيال. اهدى يا صحاب. تعال يا اخوي. اهدى يا اخويا. ده هو انا كل ما اقول لك هات شيش المعلم تجيبها كده وخلاص؟ طب اعمل ايه؟ مش عارف تعمل ايه؟ لا. لازم تغسلها وتروحها وتنضفها وبعدين بقول لك ايه؟ كل اللي اقول لك لازم تعمله. ما تتعبش قلبك فاهم؟ اتفضل. ما تطلبنيش. اتفضل. هاتل يا معلم سحلوت. هاتل. انا اتم سيسه للمعلم. انا اكتر واحد بحب المعلم. حاس المعلم داخل السهاوي حامينا وموكلنا العيش سخن. قول ولايا حاس المعلم داخل السهاوي. عاجبك كده يا معلم؟ حامينا وموكلنا العيش. شاطر يا واد يا واد شاطر. السيسه دي من خصوصيات لو قلب ليها تاني انا هاتله على حنطول قفاه. اسلم اسلب يا معلم. اسلب وقلح النار. اشرب نار يا داغر يا شهاوي. وبكرة هسألك زي ما سقيتها لو يا شحات. انت عنتر يا تأميزة. ايوة سكروت. تعال يا اخوي. حاضر يا مالي فيه. وادي كوزين. ايه يا سكروت مالك؟ مالك مكظم ليه؟ لا بس متضايق شوية يا عنتر. متضايق؟ طول ما عنتر تأميزة موجود ما تتضايقش أبدا. طب روح هات لي كوزينك. كوزين؟ كوزين ومحمدين. هتغني لي يا أخويا؟ آسف لوك. أنت لسه سحلان مني علشان ما تجيت قيت حالك. انت حبيبي ومعلمي. ازاي اطلبك سفلوت؟ اوعى تسحل مني. اسكعنا الا منها علشان انا سكعتك قلب. ولو انك ما تلويش بوسه كده وتقعد زي الحمار طول النهار. خلاص يا عم. طب علشان اعرف ان انت مش سحلان نسلب بوزه سوا. ما انا شربت اهو كمان. عميل عنتر تأميزة تحت الطلب. قلعتين فرصة للمعلم سفلوت. وعندك قرعتين للمعلم سفلوت لزوم القرع. لا لسفلوت مش للقلب. حاضر. لكن انت ايه اللي لمك على الشغلانة دي؟ انا حايس منك ختمة يا معلم سفلوت.
تحت امرك. انا عايزك يا سفلوت تفطمني عن المعلم احواله. المعلم بتاعنا؟ المعلم بتاعنا ده كبير كبير قوي قوي قوي. والفلم عمل ايه الفلم؟ احواله ايه؟ تمام. انما سفلوت دول بيقولوا ان الميسان فيه لعب. حقه؟ اهو ده اللي ما فيهوش لعب. امال اللعب فين؟ اللعب بقى في التأمينات وفي المهات وفي ال في ال اسلم بقى اسلم. ايه عوض؟ انت عايز ايه يا عوض؟ ايه تقصد ايه يعني؟ لا لا ما اقصدش اسلم. اسلم كمل القلعه كمل القلعه. انا اقصد بس ما تقول لي اقصد وما اقصدش. انا بتكلم واخد معاك. انا عايزك تفضفض على اللي في الفرن. انا جاي هنا في الفرن عشان اخدم المعلم ده علشان يلد عني. انا عايز اخدم المعلم داخل السهاوي عشان يلد عني. فوق اسفلوت. شوف عوض، طول ما انا راضي عنك يا عوض المعلم هيرضى عنك. حلو يا سفلوت حلو. خد خد كبده. مال يا سفلوت بقول لك ايه؟ ايه اللاكل الكبير اللي في الفرن ده؟ ايه وضعه ده؟ ايه ده؟ الراجل الكبير؟ ده يا عم صابر، ده راجل طيب طيب قوي 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 قوي. عليه حتة بيت تحل من على المشنق. كلا يا سفلوت تسلم عشان تفضفض. المعلم هيموت عليها. انا لما اقول لا يبقى لا. خلاص خلاص يا عم كاتريلا خلاص، هجيب لك منوع شباشب تشربه. شباشب؟ مين انت يا سفلوت اللي بيسلب بلاطيش ده؟ ده كاتانيلا وده بقى حكايته حكايه. مسفلوت. طب ما تغيبش ما تغيبش ها عشان تلحق تودي بقيه العيش للمحلات والمطاعم. ربنا يخليك يا سفلوت يا معلم يا امير. يلا بسرعه، انت حبيبي يا سفلوت من ناحيه. يلا اخويا بسرعه شيل العيش. يلا خلي بالك.